الإزازة هكذا. حلو. طيب لفيتها شو ما تشتغل؟ أقول صدق اللي اشتري رخيص مخيس بس ايش خل يعني فرق 50 ريال أروح أشتري ذي. يلا عسى تشتغل إن شاء الله. قم بلي السل عشعتني والليل شافني سوي لي قهوة. وعليكم السلام. سوي لي قهوة بس خل عنك الكلام الفاضي. سوي لي قهوة بحسابه. طيب طيب وش فيك؟ وش تبي قهوة لو شو؟ هيل ولا زعفران؟ شو المسخرة ذا؟ منين انا؟ من قال اني انا موقف خطا؟ من قال؟ مخالفة 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 ليه؟ شو اللي صاير 10 مخالفات في يوم واحد؟ ايه موقف خاطئ احد بالله انا متى موقف خاطئ؟ رزيقة شو المسخرة ذي اللي صايرة؟ انا ابي اعرف انا متى خالفت؟ وقف خاطئ، ايش فيك؟ يا طيب يا ابو رزيقة تكلم فيديو انت ولا ايش؟ ايش فيك انت الثاني؟ ايش فيك؟ وش بلاك؟ قاعد تكلم نفسك صاحي انت؟ شنو يا ابوي احنا مداومين هنا؟ ايوه نداوم هنا. طيب انا عارف عشان نكد ونترزق الله ولا عشان تجينا مخالفات؟ جايتني 10 مخالفات كلها وقف خطا وقف خطا وقف خطا. كلها اليوم ولا كملها؟ لا من من ايام كل يوم يجيني مخالفه كل يوم تجيني مخالفه وقف خطا. لا حول ولا قوه. انا بعرف شو السالفه. جاي نكد ولا جاي شو نسوي؟ اسمع اسمع ابو زيد انا عارف حركاتك تقد تشكى وتبكبك. شكلها انت اللي غلطان وما في احد ترى بيتبلاك. انا ابي اشوفه ابي اشوفه اللي يصورني يصورني انا وقوف خطا. ابي اشوف انا اللي غلطان ولا هو يتبلاني ولا هو الصح وانا الغلطان ولا انا الصح وهو الغلطان. انت توقف زين ولا وقوفك نص نص؟ اقول لك اوقف زين انا ايش فيك انت صاحي؟ انت ترى لوعت كبدي. انا تخيل لي 10 ايام الحين وفي عندي مخالفة وقوف خطأ. 10 مخالفات جيتني ليه؟ خلاص والله والله عرفت انها 10 مخالفات قسم بالله دريت. بس انت تأكد شوف قدم اعتراض شيء بعدين. لحظة انت ما دائما توقف هنا صح؟ اي دائما اوقف هنا. وقوفي عادل عادل ما في غلط. شوف صقر يمكن زيك هو بعد جته مخالفات ولا لا اله الا الله. اصواتكم وين في حراج؟ اصواتكم طالعه في الشارع. لا اله الا الله وش فيكم؟ وش فيكم؟ شوف ابو رزيق امسكين. حط بعدين هذه هنا حطها هنا حطها. كم مره اقول لك؟ حول الله ولا قوه الا بالله. اقول وش رايكم نجلس هنا؟ لا 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 حد يجلس هنا. حاطين هذا اللي يسوي كذا اليوم صيانه. تعال خلنا صيانه خلنا نروح هناك. تفضلوا. وش ذا ويا الكوفي حقه ذا؟ تفضلوا 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 صيانه اليوم. تفضل. انا قايل لك خلنا نقلبها حلاق. خلنا نقلبها كوفي حلاق. تفضل تفضل. الواحد حتى ما يجلس عدل. يا صقر بالله عليك انا اليوم جايتني مخالفة. نعم؟ جايت مو مخالفة 10 مخالفات. جايتني مخالفة وقبلها قبل جاي 10 مخالفات واليوم هذا احنا جايين هنا نكد ولا مخالفات؟ انا ما ادري منه اللي قاعد منه 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 ذا اللي حاط ان انا غلطان في المخالفة. ابي اشوفه. تصدق انه على طاري المخالفات صدق انها جتني رساله. احلف. على طاري الرسائل والمخالفه. وين جوالي؟ نفسها نفسها. إيه وقوف خاطئ. اوه نفسها نفسها. ما كويت شماخ؟ لا لا وقوف خاطئ وقوف خاطئ. نفسها نفسها نفس النفس اللي جاني نفس نفس الرساله ونفس الكلام. انا لي شهر اعاني في ذا الحاله. انا الحين لي 10 ايام انا بشوف ذي اللي يعطيني مخالفات. الحين جايين ترزق الله. اي والله جايين نكد. اي والله صقر. اي والله خلاص صقر. يعني لحظه يا شباب يعني انتم كلكم نفس المشكله؟ اي نعم نفس المشكله. والله شوفوا يا جماعه الخير اسمع انت اسمع بلا شوف انا شوف بقول اسمح لي بس بقول شيء بس اتمنى ما تزعلون علي ولا تاخذون في خاطركم لان انا بعد ترى شوي شايل عليكم بس انت اخويا ولازم اقول لكم دقيقه دقيقه اقول لكم الحق يعني الصراحه. اسمع اسمع الكلام اسمع انت يا يقول شايل علينا دقيقه يا صقر خلي شايل علينا شناطنا تشيل علينا اسمع
اسمع انا اقول ان في احد موزي علينا اليوم الاربعاء وش يوم الاحد. اسمع واحد انت اسمع 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 مني الكلام اسمع مني الكلام الله يرضى عليك. خلي الواحد ترى في واحد اشوفه دايم يجي عند سياراتكم وياخذ صور ويمشي. وش يسوي ما ادري، بس انت يوم قلتوا لي مخالفات شكله هو، وانا ما ابغى اتعلمكم لكم انتوا اصلا ما ابي اكلمكم لكم. ما تسوي ياخذ صور، ياخذ صور لوحات سياراتكم والمواقف المواقف واللوحات ويمشي. احواله هو بياخذ صور عاد، يعني قصدك يصور السيارات؟ نعم يصور السياره واللوحه، السياره واللوحه. ومتى ان شاء الله توك تعلمنا؟ انا الحين يوم قلتوا لي مخالفات قلت يا جماعه في الا هو، هو اللي في احد المخالفة. في احد موزي واحد يصور، انا حاس ولا احد يبي ينفرنا عن هالكداده؟ ما يبين اي والله ترزق الله، اي والله ما يبين ترزق. بس شف انا ابى اروح اجلده، اول شيء اجلده، ابي اجلده جلد. انا لما قبل تعال قبل علمنا منه، علمنا منه، علمنا منه، علمنا منه، علمنا منه. اسمع علمنا منه، منه تعال منه، تعال علمنا منه. اسمعني شوف 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 علمنا منه. شوف طيب فكني عليه، فكني عليه، اصبر خلني اتكلم. طيب اسحب راسه ينفقع، خلني اتكلم. اول شيء شلونكم؟ شلوننا؟ طيبين مروقين؟ الغضب يعني ما لا يجوز. لا علمنا لو سمحت من هو. اسمع اسمع اسمع، شوف شفتوا انا عارف ظله، وهذا اشباهه شكله فويلع. شوفوا شوف 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 شوف، لا تستهبل وعلمنا منه. والله ما انا ما كنت اشوفه زين لانه بعيد، وانا ماني فاضي في الكافي، بس الحين شوف نفس ظله، نفس ظل فويلع. شوفوه قاعد العيشه. ظنك تفالح مسويها؟ يمكن انه مسويها، لان شوف شوف انا اقول لك، شوف عاين طالع. انا لي اسبوع اشوفه تحت السيارات، انا احسبه قطوه، انا قبل اسبوع طلع علي قطوه ذا كبر ذا. شوفه شوفه شوف. انت الحين بالله عليك يوم انك شايف فالح، ما ادري يوم انك شايف فالح تحت السياره، خلي المرزام خلاه تلمس مرزام. يوم انك شايف فالح تحت السياره ليه ما علمت؟ انا ما ادري، انا بقول شكله نايم ساكن يدور براد ويدور الدفاع. شوف شوف الصوره، الصوره شوف نفس الصوره، نفس الصوره. رح رح رح، انت بعد فكك مشرك. خير ان شاء الله. وهذا اللي جالسين نقول فالح وفالح. خير ايش توه؟ خير ان شاء الله، مصور السيارات. خير ان شاء الله. يعني توك تدري اني اصور السيارات؟ ويقولها عادي، ويقولها قدامنا، ويقولها قدامنا. يعني شيء عادي عندك انك تصور سياراتنا؟ خلص كلامك؟ اي نعم. هذا يا حبيبي تطبيق كلنا امن، يعني سواء كنت في المرور او مواطن عادي في خدمة هذا الوطن. أيوة. أي شخص يوقف موقف خطأ أو يضيق المسير على الناس، أيه؟ مثلكم أشكالكم اللي لا تعرفون توقفون مثل الناس، ولا تعرفون توقفون مواتركم، ما له إلا التطبيق هذا. أبد صرنا أي شخص الحين صور اللوحة يا طول العمر السلامة وارسلها، وبعدين ثاني مرة هذا عملي يا حبيبي، لا تقعد تسوي لي فيها. انت من قال لك ان احنا موقفين خطا؟ من قال لك على كيفك تقعد تصور وترسل تجينا مخالفات؟ احنا من وين بنسدد؟ من وين؟ علمه منه. عندنا من عيال وعندنا ما عندنا، قصدي عيال وعندنا كل شيء وما عندنا نعال، وليش تبلغ علينا وتسدد؟ نعال في السالفه. تصبر اصبر دقيقه، انت ما انت عارف احنا من وين بنسدد؟ والله من وين تسدد؟ هذا طريقتك الخاصة، هذا يا طول عمر السلامة الشخص اللي مثلك واشكالك اللي لا يحترم القانون ولا يحترم المواطنين ولا يحترم موقف الخاص فيه. مثلا سكرت الطريق على واحد عنده حالة طارئة مثلا، وش بيسوي؟ يتموت اللي معه ويموت اللي معه؟ والله ليت انت ما تقدرون، ما عندك ميزانية. ليت منا عشرة. والله يا شو اسمك يا العامر، ان هذول الاشكال ذا ما عندهم ميزانية، ما يفكرون الا في انفسهم بس، هذه انانية ترى عندهم. من شفته مركب الكبك هنا وانا غاسل يدي منه. والله ما خليك. وش المطلوب الحين؟ مالي مخليك. تطبيق كلنا امن. انا لازم اعلمك. يحمي الجميع. امسحها وابلع العافيه. كم مخالفه جاتك مني انا؟ كم مخالفه بس احسبها بس. كم مخالفه؟ ايه. جوالي امتلى مخالفات، طلع انت اجل. يستاهل ويستاهل البلاك مان.
تستاهلون كلكم. اسمع انت، اسمع انت مع الشخصية ذي تقول كأنك لبتن في ماكس. والله كوب الحق بكوب. والله ضحكوني وانا ما اعطيه مخالفات. اي والله احترم نفسك، احترم نفسك. احنا خوياك، احنا اللي خليناك الخوي اللي ما يحشم نفسه ولا يقدر هذا، هذا خدمة وطنه ودينه ما اعترف به. انت لما تتكلم تقول شيء انطق يا حجر. انا بقول وش ترتجي من واحد رياله باين من هنا؟ وش ترتجي منه؟ ما ارتجي منه شيء. خلاص خلاص ما ارتجي منه شيء. مره ضاعت ريالك والله بيطلع بعد شوي في تسديد مخالفات انت وياه. ليش؟ طلع طلع ريالات طلع. انت واضحه انك ما ليش ما تعطي مخالفه على الساعه؟ ماني هي على الساعه، جت على الساعه. ها شهرين يلبس فيها. يلبس فيها شوفها والله محليه. اعطيته مخالفه ليه زايد الكيلوات فيها؟ وش رقم ثلاثة في الساعه طلع 16. 16 اقول يا تنكتون سدد المخالفات تسدد. اقول يا العامر جاك مني مخالفه ما جاك شيء صح؟ لا لا اجل شل اشطب 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 اللي عليه اشطبه. ابشر سدد اشطب. يا قلبي بموت بموت بموت. طلع فالح بموت. طلع فالح. لو 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 واحد ثاني لا تقعد تموت الحين بعد شوي بجيب لك. اه بس قفرايلي مخالفات. لا تقعد تقعد لا يوقف قلبك. بتجيك رساله توقف قلبك مره واحده. اصبر شوي اجيب لك بلاك كافي. بلاك كافي اني اسد عينك بكف. مقصوده مقصوده. احنا انا اللي لابس نظارات مدري لابس شبابيك. والله غير جوكم غير جوكم. انا بغير جوكم والله. انت الحين بسك سؤال ليش انت ما تتكلم مع ذا؟ ليش؟ ها انا انا منصدم. انا في حاله صدمه الحين. هذا يبيع بقدونس وليمون ذا. يا اخوان يا اخوان يا اخوان حرام والله. سمي ابوي تقول ليمون ليمون هذا انسان فاضي والله. وجيه عطهم على حسابي. عطهم ليمون على حسابي. يروقون يروقون بس شوي يروقون. وش نروق؟ وش نروق؟ مخالفات وفلوس. يا حبيبي احترم نفسك عشان ما تجيك مخالفه. مش احترم اعرف نفسي. اعرف المواقف الصح. يا اخي موقف صح. انت قدر عندك عيال ولا ما عندك؟ والله والله انك انت اللي انت ايوه انت اللي مو بعدل. ليش ما عدت ليش ما عدت ابو كدي مخالفه؟ ليش ما عدت العامر مخالفه؟ ليش يا شيخ؟ لانهم منتظمين وعارفين انفسهم ومحترمين انفسهم. احترمت نفسك. مراجعين مستشفى هم. احنا من وين نسدد؟ من وين ناكل؟ من نشرب؟ جالس كل يوم كلنا امن. ما 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 يدري مكلف انا وياك. ما يدري سايلنت بليز. اقول اسكت انت. اقول ابو كدي. لا اقول لا تقعد ابو كدي حبيبي. ترى اسمع له والله ايش ايش كلمه بس كلمه على الحركه هذه نغيب شمسك. تجي وسط الشمس يا حبيبي. الخربات هذه ما تعوضك على المسكه. خير ان شاء الله انت وياه. اجل يا ابو كدي طرف الشارع مسجن الناس ولا تجينهم. زين انك شفت ايش سوى يا ابو كدي. شو جايزينون انتم؟ انتم صاحين انتم؟ يا ابو كدي سياح ولجه وصجه عند ابو كدي. يرضيك بالله عليك انا لي شهر وانا اكلمك مكالمات في الليل وفي النهار واقول لك مخالفات تجيني من موقف صعب ولا لا؟ ما ادري. ايوه قلت لك انت اضبط وقفك. ايش سوي بك انت؟ كلام كلام يا ابو كدي. اضبط وقفك وزين امورك. ايش فيكم انتم؟ وش دخل الفالح ماسكن جيوبه ياخذ الجوال ويقعد يمشي على السيارات ويصور ليه؟ ها. يا ابو كدي انت اللي تصور؟ انا اللي اصور يا ابو كدي. بس بعلمك ليش. الحين كل ما جينا الموقف لانهم مسكرين الشارع ماخذ موقفين صح؟ ماخذ وش وش والشارع ما يقدر الشارع السيارات الثانيه ما تقدر تمشي. وش الحل معهم يا ابو كدي؟ التطبيق هذا خدمنا ترى يا ابو كدي. لا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا يا جماعه الخير الحين يعني لا باس كل على ما قال في عمله وكل مجتهد والامور على ما قال يعني نخدم بها بعضنا البعض. لكن كل شيء له ترتيب. كل شيء له له اصول. ترى يا جماعه الخير اذا احنا ما خدمنا بعض في توعيه بعضنا بعض ايضا نصير مقصرين. يعني انت يا فالح جيد انك مثلا والله ماسك التطبيق هذا لكن ما يمنع انه والله رفيزك اخطا يا فلان انت غالي عندي وترى وقفك هذه كانت غلط ولا جو واحد يصورك بذا ممكن يصير اشكاليه. كلمته هذا المفروض يصير. ما يفهم ما يفهمون ما يفهمون ايش تبين يسوي. لا 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 شوف اساله كم مره علمته. اساله يا ابو كدي. هاي يا قلبي ليش سوى كذا جمع علمه؟ ها اساله كم مره احذر علمه معلمه. لا ما عاد ارجي منه شيء. لو سمحت تعال ادخل البيت. خلصت تعال ادخل. وش بيت هذا؟ هو يقول له لبتن. ايه لكن انا بقترح عليك اقتراح يا فالح. لبيك وابيك حقيقه. شوف هالاقتراح وعلى فكره مو بلك الاقتراح بعد يعني الجميع به يسمع. هالحين انت تصور وتجي مخالفه ولا لا؟ اكيد على طول. لو مثلا
أبعطيك رأي وأنت على عطني رأيك فيه ورأيك فيه يا شباب. لو مثلاً لجاء مخالفة لبرزيقة ولا جت مخالفة لصقر وكتب فيها مثلاً تم رصد مخالفة وقوف خاطئ بقيمة كذا، في حال عدم تكرارها خلال شهرين مثلاً تلغى عنك، مو بزين. الله يا أبو كدي والله إنك جبتها يا شيخ، والله إنك جبتها. وتدري يا أبو كدي إنه إذا انضبط الشهرين هذه علشان يحذفون عنها المخالفة الأولى بيتعود تصير عادة عنده. هذا الكلام بس وين؟ لا 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 تقول هو أبو كدي أنا ما أبي ذي يمي بغت برتكب جريمة. تغتني؟ لا بس بعلمك أنا المواقف هنا نظامية. أنتم الله يهديكم مع الاستعجال أحياناً الواحد يبي له شاهي، مشتاق لشاهي أبو عامر جعله يسلم يلبق السيارة ويلبق خاطئة وهذا هذا. الأمر الثاني معليش يا فالح لا تقعد تستقعد لي لزملائك بعد كل ما نذا تقوم تصور ركز تحط عرف على السيارات. أنا أدري أنا أول ما شفته يصور قلت الرجال شكله يصور يبي يسوي زي هالموديل حقي، فجأة صور السيارة جاتني مخالفة. أنت ليش ما تتكلم تقول شيء؟ على طاري ما تتكلم ريموت شايفه هنا تحت السياره يوم من الايام. ايه انا قلت شكلها مسيكين يدور الدفا براد تخبر الجو الرياض وطلع لي فجاه. قلت شو تسوي؟ قال بصور. قلت شو تصور؟ قال لي تحت السياره. صورت تحت السياره يبي الهيكل. شوف وين وصل كنداسه يصور ما ادري يبي الهيكل حقه. وش هيكل وين علوه؟ عموما انا اقول لسان البقره جايبه معنا انا شو اسمه وش هذا وين جت من ذي؟ هذا مسكين هذا من المخالفات المسكين. لا تلوم يا جماعه الخير الرجال بدا يلخبط. خلونا على ما قال نطلع فاصل ونرجع ثاني في المسابقه. فاشر امور تحت راح يا فدله موقف معي كن قال